تعيش بابل حالة من عدم الاستقرار السياسي الذي ألقى بظلاله على الواقع الخدمي للمحافظة، يأتي ذلك في ظل حراك حكومي وبرلماني لتقييم أداء المحافظين والمدراء العامين. جملة من القرارات اتخذت من قبل الحكومة من ضمن برنامج استندت عليه وتوعدت بتنفيذه لتكون بها المحافظات من أولى توجهات الحكومة الحالية، وثيقة أرسلت لأعضاء مجلس النواب لتقييم المحافظين والمدراء، خطوة تراها إدارة بابل حالة إيجابية لزيادة الرقابة والضغط باتجاه النهوض بواقع المحافظة. موضوع التقييم حالة إيجابية طبعا، كل عملية خصوصا التنفيذية من عندها يجب أن تعرض تعرض للتقييم بين الحين والآخر، وأنا أعتبرها حالة إيجابية وصحية وممتازة جدا قام بها دولة الرئيس. بالمناسبة عملية التقييم ما مقتصرة فقط على السادة النواب، الأجهزة الرقابية أيضا جزء من التقييم، دولة الرئيس خاضع بمعياريته إلى تقارير الأجهزة الرقابية. ومنذ العام 2003 شهدت محافظة بابل تغيير أكثر من 9 محافظين في مشهد لطالما عانت منه المحافظة من سوء الجانب الخدمي وتلكؤ المشاريع، وضع ألقى بظلاله على واقع المواطنين طوال السنوات الماضية. حقيقة كدور رقابي نيابي نمارسه في محافظة بابل وجدنا الكثير من الأخطاء الموجودة في إعداد الخطة السابقة وإدارتها بشكل واضح الآن آثار على محافظة بابل من حيث الإعمار للأسف طبعا نقولها. وتنتظر الأوساط الشعبية إجراءات الحكومة الحالية في تطبيق برنامجها الحكومي والضغط باتجاه الحكومات المحلية في تغيير المقصرين في إداء الواجبات بدوائرهم الخدمية. زيد الشهيب، الرابعة، بابل.